أشاد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بالتعاون والتنسيق الدائم مع وزارة الخارجية المصرية خلال استقبالها اليوم وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي. وأكد فضيلته أن هذا التعاون يعكس الجهود الكبيرة التي بذلتها الوزارة خلال زيارته الأخيرة لدول جنوب شرق آسيا. وأشار الإمام الأكبر إلى مشروع التعريف بالإسلام الذي يقوده الأزهر حاليا، مؤكدا أنه يهدف إلى تعزيز التفاهم حول قيم الإسلام ووسطيته والتصدي للتحديات المتعلقة بتزايد العداء للإسلام في بعض الأوساط الدولية. ومن جانبه عبر وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن تهنئته لفضيلة الإمام الأكبر بنجاح زيارته الأخيرة إلى دول جنوب شرق آسيا ودولة الإمارات، مؤكدا أهمية دور الأزهر وفضيلته عالميا كممثل للتسامح والاعتدال في الإسلام.